قاسم ابو حازم فيكم تفضلوا. يلا. ايه وابو عصام وابو دافي. ابو قاسم وابو حازم فيكم تتفضلوا. خلاص ابو حازم وكل الله. روح خذ ابو قاسم اتكلوا على الله انتم. نلحقكم خلاص. ابو قاسم قولوا الله. وانا ما راح اجي الا انا وابو عصام سوا. يلا. الو بعت لي عسكري خليه ياخذ ابو ظافر لعند جناب الكومندان. بعت لي عسكري ثاني لحتى ياخذ ابو عصام للسجن. يا العبد الضلع سمع يا رجال لو سمحتوا تجمعات ما بدي لا تدخلوا الفرنسي بيناتنا منضلنا اهل بيناتنا خبز وملح لا هذا الحكي مردود عليك ابو جودان هلا هلا تذكرت الخبز وملح هلا عصام اوعك ها دوزن كلامك ابو شوكات كلامي مدوزن من يوم يومه اسمع يا ابو جودات اذا الكباريه ما طلعوا من هون لساعه رح طبقها علي وعطيه هذا الحكي المظبوط معلش ابو الحسن خليه يوصل له رساله وهو هيك هيك صاير مرسال لا بيحل ولا بيربط